خلينا نروح بقى لخبر الحقيقة مفرح وبيدعو للفخر والامتنان. كرة اليد المصرية بتواصل تألقها في المحافل الدولية. منذ قليل وصل منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد لدور نصف نهائي من كأس العالم للناشئين بعد ما فاز على أيسلندا 35-31، وكده بنضمن مركز من الأربعة الكبار إن شاء الله نفوز ونلعب النهائي. طبعا نحتفل سوا بفوزنا بكأس العالم للناشئين في كرة اليد، بالتأكيد إنجاز كبير بينضم إلى إنجازات منتخب مصر في كرة اليد. لكن الحقيقة يعني البطولة اللي فاتت اللي كانت مقامة في أسبانيا وصلنا للمربع الذهبي أيضا، خلينا نقول رفعت الأمل لدى كل المهتمين أو كل الأعضاء المنظومة الرياضية في مصر وكل القواعد الشبابية الموجودة في مصر، أنه عندنا إن شاء الله منتخبات رياضية قوية، عندنا فرق شبابية قادرة أن هي تحقق نتائج كبيرة وتوصل وترفع اسم مصر عاليا، عندنا أبطال يقدروا أن هم يكملوا المسيرة الرياضية لمستويات كبيرة جدا. وأعتقد أنه إن شاء الله هنشوف الفترة اللي جاية بطولات كثيرة سواء كان في كرة اليد أو في غيرها من الألعاب، سواء كانت الجماعية أو الألعاب الفردية.